بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي حبايبي الصف الثالث الثانوي، احنا معانا النهارده كلمات يونت 6 ريتش فور ذا ستارز. ريتش فور ذا ستارز العنوان له معنى حرفي اللي هو الوصول للنجوم، دي الترجمه الحرفيه، وله معنى اللي هو المضمون العام للعنوان اللي هو محدش بيعرف يوصل للنجوم. إذن هو معناته الوصول للمستحيل أو طلب المستحيل. الوحدة مضمونها بيتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو أهمية السفر للفضاء. إيه اللي تعرفه عن السفر للفضاء؟ رواد الفضاء لما بيسافروا الفضاء المدة الزمنية اللي بيقعدوها في الفضاء قد إيه؟ بيقيموا فين؟ فالكلمات كلها مرتبطة بمجال السفر للفضاء. أول حاجة هناخدها أنواع الوظائف الخاصة بمجال الفضاء. خلي بالكم المقطع أسترونوت. مقطع أسترو ده معروف إنه مرتبط بعلم الفضاء، يعني الثلاث وظائف دول مرتبطين بالفضاء. فإحنا عندنا أسترونومر، دي معناها عالم الفلك. عالم الفلك اللي هو بقى بيدرس الكواكب وحركة الكواكب والنجوم في المدارات بتاعتها. طب هو بيسافر الفضاء؟ لا، قالك studies stars، بيدرس النجوم. طبعا مش بيسافر هناك، لكن باي تلسكوب، عن طريق المنظار الفلكي. علم الفلك نفسه اسمه astronomy. يعني مثلا ancient Egyptians، قدماء المصريين، were clever، كانوا أذكياء أو كانوا ماهرين at astronomy، في علم الفلك. astrologer اللي هو اللي بيقول حظك اليوم، اللي بينزل حظك اليوم، اللي بيتكلم على الأبراج وعلم الأبراج، فهو منجم وبعض الناس بتسميه الدجال. فهو ده predicts the future، نكتب جنبها يتنبأ بالمستقبل. لو بصينا هنلاقي بقى علم الأبراج اسمه زودياك، وخريطة الأبراج اسمها horoscope. تمام، يعني الكلمتين دول مرتبطين بكلمة astrologer، علشان لو جات لنا في الباسج قطعة أو في التشوز يبقى الوظيفة دي مرتبطة بالكلمتين دول. astronaut رائد الفضاء، ده بقى اللي الوحدة بتتكلم عنه. ده travels، يسافر into space، الى الفضاء. in a spacecraft يعني سفينة الفضاء. معانا بقى فعل مهم جدا، كلمة launch. احنا عندنا الكلمة دي بتستخدم فعل واسم. تعالوا بس قبل ما ناخدها نبص اليمة دي كده، في عندنا launch في التشابهات معناها وجبة الغداء، تمام، لكن دي launch. تمام، launch معناها يشن حرب مثلا، launch war مثلا، او يطلق في الفضاء زي ما المعنى موجود جنبها send into space، يرسل الفضاء. قمر صناعي بقى، صاروخ، يرسل سفينة فضائية، يعني ممكن اقول launch a rocket، دلوقتي ناخدها satellite. واسم كمان بمعنى اطلاق. طب هي لو اسم بمعنى اطلاق يبقى the launch of، انتوا عارفين ما بين the و of بيجي اسم، تمام، يعني ممكن اقول the launch of satellite، اطلاق قمر صناعي، the launch of a rocket. طب launch ما تنفعش تستخدم مع الكلمات المعنوية، قالك لا تنفع، انا ممكن اقول launch campaign، دلوقتي ناخدها حملة او rumor شائعة. طب تعالوا كده مع بعض ناخد امثلة launch. launch a rocket اللي هو يطلق صاروخ، launch a campaign حملة، launch a fashion يطلق موضة، وزي ما قلنا من شوية launch a rumor يطلق شائعة. تعالوا مع بعض نستعيد بسرعة. أي كلمتين بينهم شرطة اسمهم صفة مركبة. الصفة المركبة ممكن تبقى من اسم واسم، صفة وصفة، حال وصفة، المهم ان هي بيكون ما بينهم شرط. الصفة المركبة لها حالتين، بيبقى قبلها أداة لو بعدها اسم مفرد يعد، بتشيل الأداة لو بعدها لا يعد أو جمع. في ناس أول ما بتشوف two hour two week two year بيتلخموا في الامتحان وبيخافوا يشتغلوا. لا، انت تعامل معاها كأي صفة، اتعامل معاها كأنها clever، اتعامل معاها كأنها مثلا intelligent، هتيجي قبلها تاخد الأداة لو معاها مفرد يعد. فdrive معناها جولة بالسيارة، اسم مفرد يعد a two hour drive، لو انجمعت drives يبقى
two hour drives. طيب تمام. معانا بعد كده كلمة ليك. احنا عندنا ليك verb وناون. verb بمعنى يسرب ويتسرب، يعني ممكن تبقى لازم ومتعدي، ممكن يسرب غاز، يسرب ماء، وممكن يسرب حاجة معنوية زي يسرب خبر، محتويات تقرير. طيب قبل ما ناخد مشتقات ليك، تعالوا ناخد التشابهات، لان احنا بنخاف من الطلبة اللي ما بتحفظش السبيلنج ان هو يختار كلمة شبهها من الاختياري. انت عندك ليك زي ما قلنا يسرب وتسريب، ليك بحيرة، لاك نقص او عجز، لك حظ، لك يلعق. يعني ما اقول مثلا the dog، الكلب is licking the bone، يلعق العظمة. تمام. فانت عندك كلمة ليك verb وناون. تعال بقى احنا هنتعامل معاها لو هي ناون. لو هي اليك، اليك تسريب in او اليك of. تمام كده. هنا بتساوي اليكج برضو in او ايه او of، ودلوقتي ليكج تحت هي موجودة. تمام. امثلة على ليك، اليك in a cup، تصرف في كوباية او فنجان، اليك in a tab، تسريب موجود في صنبور، اليك in a tank، تسريب موجود في خزان. اتفقنا ان ليك بتساوي ليكج مع حرفين الجر ان او ايه او اوف. الادجكتيف بقى منها ليكي، ليكي معناها به تسريب. فاقول مثلا the cup is leaky، الفنجان به ايه تسريب. لو احنا بصينا بقى على الجزء ده اللي هو انا قلت لكم لسه معايا، تسريب ممكن تيجي فيه المعنوي، يجي يقول لك the secretary، السكرتيرة leaked، سربت the content، محتوى of the report، سربت محتوى التقرير. تمام. فانت كده خلي بالك ان ليك تنفع تيجي مع يسرب شيء مادي او معنوي. معانا بعد كده كلمة secret. طبعا secret واخدنا في الوحدة الاولى بمعنى سر، والسر تعريفه known، يعرف by only a few people. انا عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، ان only a few، only a few. طب هنا ركزوا معايا كده، only a few، very few. لما خدنا الجرامر بتاع يونت 5 خدنا ان very الأداة ما بتجيش بعدها، ممكن تيجي قبلها، يعني ممكن اقول a very few لكن only a few. تمام. فخلي بالكوا علشان الحتة دي ممكن تجيلنا في تعريف كلمة secret، لان هو برضو مش متوقعين ممكن يتعامل مع الكلمات بتاعتنا ازاي. تعال بقى معي secret بتاخد reveal a secret، يكشف السر، وطبعا عكسها keep او hide a secret، يحفظ السر. يعني best friends، افضل الاصحاب، keep او hide secrets. تمام كده. from strangers، من الغرباء. تمام. don't reveal the secret of your friend، لا تكشف سر صديقك. طيب secretly حال بمعنى سرا او في الخفاء. فانت عندك الحال بيجي قبل او بعد الفعل. يعني اقول لك مثلا هي secretly works as a spy. احنا عندنا كلمة spy موجودة فوق اهي، بمعنى يتجسس verb وجاسوس noun، خلي بالكم منها. تمام. يعني اقول لك he is secretly working as a spy. ماشي. معنا بعد كده secret لو استخدمت adjective، secret location اللي هو موقع سري. الموقع السري موجود يقول لك the secret location of the army، يخص بالجيش، او the secret location of the satellite اللي هو الأقمار الصناعي. تعالوا نفتكر مع بعض كلمة examine، لأن برضو مرت علينا قبل كده. examine بمعنى يفحص مريض، يعني ممكن أقول the doctor examine the patient، أو يفحص عطل في جهاز، يقول لك the air conditioner، جهاز التكييف broke down، اتعطل. So I asked someone to examine it، أو مع الأوراق الرسمية. مع الأوراق الرسمية بقى examine وcheck الاتنين ينفعوا، فحص أوراق رسمية. عندنا بعد كده كلمة mission. mission لها معاني كتير. احنا خدنا الفرق بينها وبين task، ان task مهمة سهلة، مهمة عمل سهلة، مهمة سهلة في الحياة ما بتبقاش فيها خطورة.
لكن ميشن بتبقى مهمة صعبة أو مأمورية معقدة أو فيها صعوبة أصعب من تاسك. فأنت لو بصيت هتلاقي إن ميشن مأمورية صعبة في العمل ممكن تبقى مهمة مستحيلة، تمام؟ زي مهمات رواد الفضاء، ماشي؟ الجنود، يقول لك soldiers، الجنود go on missions. كمان معناها بقى ممكن بعثة دراسية، هناخد على مثال دلوقتي، أو هدف أو غاية في الحياة. لو احنا بصينا scholars، الدارسين أو الباحثين، went on، بيذهبوا في missions، بعثات دراسية abroad، في الخارج. طيب احنا عندنا بقى بتاخد الفعل go on لأنها تعتبر نوع من أنواع الرحلات، go on a mission، يذهب في مهمة أو مأمورية. a rescue mission، مهمة إنقاذ، لأنها دايما مهمة صعبة. space mission، احنا عندنا بقى عايزين نفرق دلوقتي بين كلمة space mission و space walk، هما الاتنين بيحصلوا في الفضاء. قالك space mission دي بتبقى المدة، المهمة الفضائية، المدة اللي بيقضيها رائد الفضاء خارج الكرة الأرضية. يعني أنت دلوقتي عندك رائد الفضاء بيقعد في المحطة الفضائية، مدة رحلته خارج الأرض ممكن تقعد 5 6 7 سنين. المدة خارج الكرة الأرضية رحلته الفضائية اسمها ميشن. أثناء الميشن هو بيعمل أكتر من نزهة فضائية خارج سفينة الفضاء أو خارج المحطة، بيطلع يعمل إصلاحات، يجمع عينات. النزهة الفضائية بتبقى مدتها دقايق وبالكتير ممكن تاخد ساعات لأن ما عندكش أكسجين فوق. يبقى النزهة الفضائية بتبقى جزء من المهمة الفضائية، تمام؟ سبيس ميشن بقى بيجي لك في الامتحان يفرقها لك بطول المدة، إن سبيس ميشن تيكس بتأخذ مانث، شهور أو ييرز، سنوات. لكن سبيس ووك، النزهة الفضائية، بتبقى نزهة خارج المركبة الفضائية لإصلاح عطل أو جمع عينات، دي بتيكس، بتأخذ أورز، ساعات أو مينتس. وجايبة لكم أنا هنا على جنب إن السبيس ووك جزء من سبيس ميشن، تمام؟ معايا بقى كلمة مهمة جدا، انت عندك كلمة سبيس اكسبلوريشن اللي هو استكشاف الفضاء، ما لقيتش في الاختيارات اكسبلوريشن يبقى سبيس انفيجن، غزو الفضاء، تمام؟ طبعا انت عارف كلمة اكسبلوريشن، اكسبلوريشن معناها استكشاف مكان بس، يعني ما ينفعش تيجي مع الأدوية، ما ينفعش استكشاف مكان، يقصد بالاستكشاف زيارة مكان للسياحة أو للدراسة لأول مرة بس معروف للآخرين. يعني أنت دلوقتي لو نزلت مكان تعمل فيه استكشاف، المكان ده ناس زارته قبلك، يعني في ناس وصلته قبلك بس أنت أول مرة تروح، نازل تعمل دراسة، تجمع برضو عينات، نازل سياحة زي مثلا رايح الأقصر، سياحة، تصوير، دراسة آثار، أول مرة أنت تروح الأقصر، بس الأقصر معروفة للناس، يبقى ده اسمها exploration of الأقصر، تمام كده؟ لكن هناخد بقى، يبقى انت كده عرفت ان سبيس عشان في ناس رايحه قبليك، فبالتالي ياخد ايه اكسبلوريشن، ما لقيتش اكسبلوريشن يبقى انفيجن، على اساس ان هم بيعتبروا في غزو هناك لان في تقسيم مستعمرات خاصه بالدول الاجنبيه، تمام؟ ما ينفعش طبعا ناخد اكسبلوريشن من غير ما ناخد الفروق بتاعه الكلمات التانية اللي هي كلمه ايه بقى، ديسكفري وانفنشن. ديسكفري لو جت مع المكان يبقى معناها اكتشاف مكان او وصل لمكان لم يصل له احد من قبل. يعني مثلا the scientist discovered a known island، جزيرة غير معروفة، in the middle of the ocean، في وسط المحيط، يبقى انت معناها ان مفيش حد وصلها قبل كده. لكن لو هو معروفة الجزيرة وادالها اسم يبقى ده اسمه exploration، تمام؟ discovery بقى تزيد على exploration في ايه؟ انها ممكن تيجي مع الاشياء، يبقى معناها يكتشف شيء كان موجود بس ما كانش معروف. يعني مثلا زي الجاذبية، لما نيوتن اكتشف الجاذبية، الجاذبية كانت موجودة بس ما كانش حد وصل لها قبل نيوتن. النار برضو كانت موجودة بس ما حدش كان وصل لها. في عندك بقى ثلاث حاجات ممكن انت تتلخبط فيها. الأدوية بتبقى تركيبة الدواء موجودة بس الإنسان بيعرف تأثيرها على المرض، يبقى ما حدش بيكون وصل لها قبل كده. والمعادن والآثار موجودين في التربة وانت بتوصل لهم برضو عن طريق الاستكشاف او الاكتشاف، يبقى انت discover monuments و metals. invention طبعا سهلة، كل الأجهزة من اول الانترنت او من اول الإبرة زي ما بيقولوا نيدل لغاية الساتلايت، القمر الصناعي، الاختراعات كلها تعتبر invention ومعاهم كلمة money. طب نرجع لكلماتنا تاني. في تقليعة جديدة طالعة اسمها space tourism، السياحة الفضائية. طبعا
اللي هو بدأوا يعملوا رحلات to explore space، استكشاف الفضاء. space station محطة فضائية، المحطة الفضائية ديت اللي رواد الفضاء بيسكنوا فيها، ودي بتبقى مجموعة دول بتتحالف وبتنشئ محطة فضائية بتتثبت في القمر الصناعي وبتدور معاه حوالين الكرة الأرضية. طبعا بتاخد بيلد أو سيت أب، يؤسس أو ينشئ. إيه اللي نعرفه عن السبيس ستيشن؟ بتكون اتاجد تو مثبتة فيه ساتلايتس القمر الصناعي. ثانيا بتبقى على شكل مصممة على شكل عجلة الدراجة، وعشان تدور حوالين نفسها وتدور حوالين الأرض بحيث تكون جاذبية، لأن رائد الفضاء بيقعد هناك قلت لكم مدة طويلة، فلازم يبقى فيه بيئة محاكاة للأرض يعني. فهو قال لك بتشبه عجلة الدراجة like a bicycle wheel. سبيس هوليدايز طبعا برضو دي تقليعة جديدة، أجازات في الفضاء، بتاخد الفيرب go on، يذهب في أجازة فضائية. سبيس شيب، سبيس شاتل، سفينة فضاء أو مكوك الفضاء، الاتنين دول كاري أسترونوتس، دول اللي بيحملوا رواد الفضاء. لكن روكت اللي هو الصاروخ ده كاريز ذا شيب، ده بقى اللي بيدي قوة الدفع للسفينة عشان تخرج من الجاذبية الأرضية. temperature درجة الحرارة، control يتحكم في بقى حاجة زي الترموستات موجودة في القمر الصناعي بتحافظ على ثبات درجة حرارته، اسمها temperature control system، نظام التحكم في درجة الحرارة. عندنا بعد كده كلمة equipment. equipment معناها معدات. طبعا equipment بتستخدم الأول كاسم لا يعد، طبعا اسم لا يعد معروف ان له استراتيجية معينة. اولا فعلها دايما مفرد equipment is، لا تسبق بأي أداة، ما ينفعش أقول an equipment ولا an expensive equipment، ممنوع الأداة تماما لا قبلها ولا قبل الصفة اللي موجودة مع equipment، ولا تجمع، ملهاش جمع، ما ينفعش أقول equipments، ما فيش اسمها كده. طيب equipment دي بتبقى معدات رياضية زي بتاع تسلق الجبال مثلا، معدات مكتبية، مش office equipment، معدات إنقاذ إذا ممكن أقول climbing أو rescue equipment. الفيرب من equip يجهز، وعلى فكرة يجهز يعني ممكن معنويا لو استخدمت بلاغيا، ويجهز بأجهزة equip with. طب تعال ناخد أمثلة، طبعا قلت لكم هي لا تعد، فبتاخد some climbing equipment is، ما قلتش some climbing equipments غلط، ولا a climbing equipment غلط، is فعل مفرد. equip school يجهز المدارس with بي تكنولوجي، يبقى احنا خلي بالنا ده تجهيز اجهزه. equip youth او youth with education ده تجهيز معنوي. طيب anniversary او anniversary، قال لك الذكرى السنويه لحدث شخصي او لحدث عام. ذكرى سنويه لحدث شخصي زي ذكرى سنويه لزواج، ذكرى سنويه لو انت بتحيي ذكرى وفاه شخص عزيز عليك، لحدث عام زي مثلا ذكرى 6 اكتوبر. طيب الذكرى السنوية بتاخد الفيرب celebrate، يحتفل بيه، خلي بالك celebrate ما بتاخدش حرف جر، وبتسبق ساعات بعدد الذكرى السنوية، يعني ممكن اقول first anniversary، second anniversary، third anniversary، الذكرى الثالثة الثانية الاولى. communicate with معناها يتصل بيه، واحنا قلنا communicate كفيرب لازمها حرف جر، بتساوي contact طبعا، او contact كفعل ما بياخدش حرف جر، كونتاكت شخص، كونتاكت مكان على طول، معناه يتصل بيه. طبعا احنا عندنا يتصل بكوكب الارض communicate with the earth، طبعا رواد الفضاء communicate with the earth. طبعا القمر الصناعي بيوفر لك instant communication اللي هو الاتصال الفوري، بكليك على زرار الماوس او بكليك على زرار الموبايل ممكن تتصل باي حد في اي مكان بسبب خدمه القمر الصناعي. instant بتساوي very fast، معناه فوري او سريع. instance ملهاش دعوه بالسرعه خالص، instance بمعنى مثل او نموذج، عشان بعض الطلبه يقول لك for instance معناها من اجل السرعه، ما فيش حاجه اسمها كده instant سريع، لكن for instance على سبيل المثال. تمام. magic كلمة ماجيك اللي هو السحر، وممكن سحري يعني ممكن أقول ماجيك بوكس، صندوق سحري اللي هو بيستخدم لممارسة السحر على المسرح مثلا. لكن ماجيكال معنى رائع، ماجيكال فيلينج إحساس رائع، ماجيكال بتساوي واندرفول بتساوي تريفيك بمعنى رائع أو جميل، يعني أقول لك ماجيكال فيو منظر رائع. الماجيشن اللي هو الساحر كوظيفة، شخص بيمارس السحر.